تم دفنه في قرية كسلطاش لمدينة غورزوف على شاطئ البحر الأبيض المتوسط يوم 2 أكتوبر 2011 بجنازة اشترك فيها أحمد داوودوغلو وزير الخارجية التركي. كانت هذه جنازة الكاتب القرمي جنكيز داج الذي وصل إلى بلده في تابوت بعد 70 عاماً. جنكيز داجي الذي ولد عام 1919 قضى طفولته في القرم التي كانت تحت احتلال الروس، وعانى مع شعبه من الإمبريالية السوفيتية الثقيلة. عندما كان طالباً في الصف الثاني بمعهد القرم للبيداغوجيا اندلعت الحرب العالمية الثانية، واشترك في الحرب كضابط من الجيش السوفيتي عام 1940، وأسر من قبل الألمان في جبهة أوكرانيا عام 1941. وبعد انهزام الألمان تخلص من مخيم الأسرى والتجأ إلى جهة الحلفاء، واستقر في لندن عام 1946، وعمل في مطعم في لندن حتى أجريت على قلبه عملية جراحية عام 1990، وتوفي في 22 من أيلول سبتمبر عام 2011. هذه هي السيرة الذاتية المختصرة لجنكيز داجي، ولكنها لا تكفي للتحدث عنه، لأنه ندر حياته التي دامت 70 عاماً في المنفى للتحدث عن معاناة أتراك القرم، وتحدث وكتب لأجل هذه الآلام، وألف الروايات. إلا أنه ألف كتبه باللغة التركية المستخدمة في تركيا، ودخل بين أقوى الأدباء الأتراك. له أسلوب حزين يتحدث في رواياته عن معاناة أتراك القرم تحت الإمبريالية الشيوعية السوفيتية بعد العام 1928 وكيفية اغتصاب هذا الوطن. ولأن الأحداث التي يتحدث عنها في مؤلفاته واقعية، فإنها تعطيها قوة أخرى. ألف جنكيز داجي 17 رواية وستة كتب للذكريات، ومن أشهر رواياته السنوات المرهبة، الرجل الذي ضيع وطنه، هم أيضا كانوا بشر، تلك الأراضي كانت لنا، الحارة التي تشعر بالبرد، أيام الموت والرعب. ومن لا يعرف قصة القرم الحزينة سيعرفها من مؤلفاته، فقد كان صوتا لشعبه في المنفى. سكت صوت أتراك القرم التتار يوم 22 من أيلول سبتمبر. في هذا اليوم توفي جنكيز داجي في لندن عن عمر يناهز 91 عاماً. عاش مشتاقاً لوطنه ومات مشتاقاً. لم يتمكن من العودة إلى بلده وهو على قيد الحياة، ولكن جسده المتوفى التقى بتراب الوطن، حيث تم إحضار جثمانه إلى القرم بمبادرة من وزير الخارجية التركي أحمد داوودوغلو. واشترك من تركيا وزير الخارجية أحمد داوودوغلو ووزير الثقافة أرطغرل جوناي، وتم دفنه في قرية كيزلطاش التي كانت مصدر إلهام رواياته. وقبلت العزاء فيه أخته السيدة عائشة التي لم يرها منذ 73 عاماً.